باسم الآب والابن والروح القدس. الرب يعطي هذا المثل لكي يعي كل إنسان أين هو مكانه وإلى أين سيذهب. في هذا المثل ينذرنا لأنه إذا عشنا كما عاش الغني، المال لا يسمح لنا أن نصعد، وإذا عشنا كالفقير سعينا إلى رحمة الرب وغناه فنحن سنصعد إلى السماء ونكتفي بكل نعمه. يسوع يصف رجلين، واحد يهودي غني وهناك إنسان فقير متسول. عاش الواحد الراحة والسعادة والغنى الذي يسمح بكل ما يسيء للإنسان، وهناك إنسان يعيش حياة البؤس. الواحد يمدحه الناس والآخر محتقر من الناس، لا ينظر إليه كإنسان يحترم بل ينظر إليه كإنسان شحال. يكفينا أن نمنحه قرشا أو قرشين ونسكته. إذن الواحد يمدحه الناس والآخر محتقر، الكلاب وحدها، الحيوان وحده اهتم بهذا الفقير، أي أحاطه بالاهتمام، وكان يأتي إلى هذا الإنسان ليزيل عنه وسخ الجروح، ينظف جروحه. الرجل الغني اليهودي اعتبر نفسه رجلا تقيا متدينا يهوديا صالحا. يسوع لم يقل عنه انه شرير او فعل شرا، كان رجلا محترما في اعين الناس، ربما كان فريسيا ومحترما من الجميع. ومع هذا ليس كل من يحترمه الناس هو محترم عند الله. إن المستعلي، إن المتكبر أو المستكبر على الناس هو رجس قدام الله، هو مرفوض إذا أتى أمام الله، أي رفيع القدر عند الناس رجس عند الله. ولهذا يقول بطرس الرسول البسوا التواضع، تتربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لذلك عندما مات لعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، أي إلى السماء، وأما الغني مات ورمي في الجحيم. وما نلاحظه في هذا الإنجيل بأن الفقير قد ذكر اسمه،
وأما الغني لم يذكر اسمه. مات لعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم أي إلى السماء، أما الغني فمات ورمي في الجحيم. لم يرمى الغني في الجحيم لأنه غني، بل لأنه أحب ماله أكثر من أخيه وعبد ماله ولم يعبد الله. لا يمكن أن تعبدوا ربين، الله والمال، لأن محبة المال أصل كل الشرور، يقول بولس الرسول. الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضلة تغرق الناس في العطب وفي الهلاك، أي تبعدهم عن الله. وخطيئة هذا الغني بأنه لم يسمع وصية الله التي هي في العهد القديم وفي العهد الجديد. عندما سئل يسوع كيف يمكنه أن يخلص، وأجابه يسوع: أنا عليك أن تحب الله من كل قلبك وفكرك وقدرتك، وتحب أخاك كنفسك، والأولى مثل الثانية. إن الغني في هذا المثل لم يستعمل غناه، لم يستعمل ماله لمن هو بحاجة إلى المساعدة، لم يستعمل ماله لا للفقير ولا للمحتاج ولا للمريض ولا لأي إنسان. كان يتنعم، كان يجلس أمام طاولة ملآنة بالمآكل ولا ينظر إلى ذاك الفقير الذي يجلس بقربه على الأرض يلم الفتاة الذي يقع من الطاولة، يأكل من الفتاة وقد يتحرك هذا الغني ويرمي بعض الفتاة ويظن بأنه صار قديسا. هذا الإنسان ما عرف الرحمة، لأن غناه أعماه عن رؤية حاجة الناس، عن رؤية مال أمراض الناس. أتتذكرون في الإنجيل عندما ميز رب السماء والأرض بين الخراف والجداء، وضع الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، يعني المادي، الغنم عن اليمين والماعز عن اليسار عن الشمال. بعد أن قال للذين عن اليمين وشكرهم عما فعلوه، لفت شكر الرب يسوع هؤلاء الذين كانوا على اليمين لأنهم ساعدوه، فسألوه: في أي وقت ساعدناك؟ فقال لهم: كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت غريبا فآويتموني، كنت سجينا فأتيت إليه.
وهكذا أورثهم ملكوت السماوات. أما الذين على اليسار، عن اليسار، قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، لأني كنت عطشانا فلم تسقوني، وكنت غريبا لم تؤوني، وكما سمعتم عن الأطهار هم فعلوا العكس. فعلينا أن نتمثل بالذين عن اليمين لكي نرى وجه المسيح، بدءا في كل إنسان وجه إنسان، وبالأخص في وجه كل إنسان يحتاج أن نكون بجانبه. عندما وصل الغني إلى الجحيم، يعني إلى النار، فجأة أدرك الخطيئة الكبيرة التي فعل. الواحد لازم يكون على النار حتى يبلش يفكر. فجأة أدرك الخطيئة الكبيرة التي فعل. لقد عاش لماله، لكبريائه، لنفسه، عوض أن يحيا لله في أخيه الإنسان. هذه هي خطيئته، لا بل هذه هي أخطاؤه. الغني سأل رحمة من إبراهيم، لكن هذا الإنسان لم يظهر رحمة عندما كان على الأرض. الآن في الجحيم يطلب رحمة. لقد دعا إبراهيم أباه، يا أبتي، قال له، لأن إبراهيم هو أبو كل اليهود، طلب منه أن يرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء فيبرد لسانه. حرام، كان طبوسه مليان من الشراب، فالآن من المآكل، هلأ هو بحاجة لنقطة مي يبرد لسانه، نقطة مي بس. يجي لعازر حاطط إصبعه المي ويجي هالنقطة تنزل بكمه، ليبل طرف إصبعه بماء فيبرد لسانه، لأنه معذب في اللهيب. ولكن لم يكن هناك أي راحة للغني، لأن بين السماء والجحيم هوة كبيرة قد أثبتت. لا يمكن لأحد أن ينتقل من جهة إلى أخرى لأنه لا يعرف الطريق. لم يتعلم من يسوع كيف يخرج من الخطيئة، لم يتعلم من الأقياء كيف خرجوا من خطاياهم متجهين نحو الله، فكيف يستطيع أن ينتقل من الجحيم إلى السماء، أي من الأرض إلى ملكوت الله. حكم الله نهائي. لما كان إنسان لا ينظر إلى الله وإلى قريبه في هذه الحياة، الله لا يلتفت إليه في الحياة الآتية، ويرسل إلى الجحيم، ويرسل إلى الجحيم إلى الأبد. حكم الله لا يرد بعد أن يكون قد حصل. الغني حصل على خيرات وتعزيات على الأرض، والآن لم يعد له شيء. قد يسأل إنسان، لماذا نصلي للموتى؟
ليس كل الموتى قديسين، هناك خطأ، هناك مجرمون. نعم حكم الله لا يرد من الإنسان، ولكن الله وحده يستطيع أن يرد، أن يرد حكمه. لهذا السبب نصلي على الله يرحمنا ويسمع صلاتنا ودعاءنا. الغني تنعم بكل خير وبكل تعزية على الأرض، والآن لم يعد له شيء. فأيها الإنسان، بعد أن سمعنا هذا الإنجيل أو هذا المثل من الإنجيل، طالما هناك وقت قبل أن تموت، ارجع إلى الله بالتوبة عن خطاياك، لأنه بعد الموت من الصعب أن تتوب. يقول يسوع: توبوا اليوم ما دام نهار، توبوا اليوم ما دام نهار. يأتي ليل حيث لا يستطيع أحد أن يعمل شيئا. هذا المثل ينطبق على كل إنسان، غني كان أو فقير، يسعى إلى المال وإلى الامتلاك، ويصبح عبدا لما ملك وللذي لا يساعد أخاه الإنسان قريبه الإنسان. فقال الله: يا غبي. هذا القول قيل لذلك الغني الذي كان يجمع ماله، وبعد أن ملأ مخازنه بنى مخازن جديدة وقال: كلي واشبعي يا نفسي. قال له الرب، قال له الله: يا غبي، عم بيجمع ويسخن من الأكل ويعني هو كل ما له يفيض عليه وعلى الأرض. قال له: يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي جمعتها، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. لذلك على كل شخص أن يسأل: ماذا أنا أطلب؟ أي كنز أجمع؟ هل الكنز هو روحي أو هو أرضي؟ يجب أن أسأل: من هو سيدي؟ من هو ملكي؟ أهو الله أم هو المال؟ الفقير قد يجعل من المال ربا له، ولذلك هذا المثل ينطبق عليه. عندما رأى، وينطبق على كل منا، عندما رأى الرجل الغني أنه ليس من أمل ولا وسيلة لإيجاد الراحة، فكر بعائلته التي لا تزال على قيد الحياة، فكر بإخوته الخمسة، توسل إلى إبراهيم قائلا: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله، أن ترسل لعازر إلى بيت أبي، لأن لي خمسة إخوة، حتى يشهد لهم كي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا، أي ليخبرهم لعازر بأي حال الغني فيها، ويخبرهم كيف هو الجحيم، حتى عندما يسمعون يتوبون ولا يأتونه
إلى هذا المكان الرهيب. أجاب إبراهيم عندهم موسى والأنبياء، فليقرأوا، فأنتم تعرفون في العهد القديم موسى وكتبه وكتبه الخمسة، التكوين، الخروج إلى التثنية. فليقرأوا موسى والأنبياء ويسمع طائعين ما هو في العهد القديم. إن لم يؤمنوا في الكتاب المقدس فإنهم لا يؤمنون بما يقوله العازر لهم. ولكن الغني قال: إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له إبراهيم: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء ولئن قام واحد من الأموات يصدقونه. هذا صحيح، وتعرفون بأن الرب يسوع قام من بين الأموات، ومعظم اليهود رفضوه ورفضوا أن يؤمنوا، لا بل قالوا إن جسده قد سرق. هذا المثل لا يعلم أن كل غني يذهب إلى الجحيم وكل فقير يصعد إلى السماء. هناك مفتاح واحد هو الإيمان بالله والطاعة له. لو تاب الغني وآمن ووجد رحيما للفقير لكان قد استعمل ثروته ليساعد قريبه وكان قد صعد إلى السماء. كذلك الفقير ما كان باستطاعته أن يصعد إلى السماء إن كان لا يثق برحمة الرب وكان قلبه قاسيا تجاه الرب، أو ربما كان يرفض ويتذمر أن يؤمن. إن كان على هذه الحال فإنه سيذهب إلى الجحيم. إذن للغني والفقير، للغني والفقير هناك باب واحد وطريق واحد، الباب الواسع والطريق السهل يؤدي إلى الهلاك، لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدي إلى الحياة. قليلون هم الذين يجدونه. الطريق كما فهمنا هو طريق التوبة المعتمد على الإيمان بالمسيح. فهذا المثل يعلمنا أن نكون رحماء وأن نتعلم الرحمة من الرب يسوع ومن الذين يرحمون. والذي يرحم يصعد إذن إلى السماء. هؤلاء يرثون ملكوت السماوات، والله يغتبط بهم ويفرح بهم ويسكنهم حيث يسكن الأبرار والصديقون والملائكة، كل إنسان وكل روح يمجد الله كل الأيام إلى أبد الدهور. آمين.